وهذا سائل يقول: هناك مرأة يتيمة تعمل ممرضة في مستشفى، وزوجها يهددها ويقول: اعطيني راتبك وإلا سوف أضربك أو أطلقك أو أتزوج عليك، ومعها أولاد منه، وتخاف أن يفرق بينها وبين أولادها، ويقول لها: لا تخبر الناس أني آخذ راتبك، ويتكلم فيها عند الناس، فأرجو من فضيلتكم توجيه النصيحة. الأصل أن مال المرأة لها تملكه، ولا يجوز أخذه إلا إذا طابت نفسها بشيء منه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، إلا إذا كان هناك شرط عند العقد، عند عقد النكاح اشترط عليك أن تعطيه الراتب أو بعضه، فالمسلمون على شروطهم تعطينه بموجب الشرط، ما إذا لم يكن هناك شرط فليس له شيء إلا ما سمحت به وأعطيتيه إياه عن طيب نفس. نعم.